مشرفي على الانتخابات؟ نعم. أنا جاي اتشكى أنت كان واهتمي فيك كان. تفضل، شو عندك؟ عندي شكاوي كتير، شو بدي خبرك؟ أول شي في مرشح قال لي أنا بدفع لك قصود ولادك عشان تعطيني بطاقة هويتهم. بطاقة هويتك. في مرشح تاني عرض علي $1,000 على الصوت إذا هو حلفائه بانتخابهم. $1,000 على الصوت. في مرشح بعت لي زلمة هددوني قال إذا عرفوا إني ما انتخبته إيدي بكسرهم. إيدي بكسرهم. وهو ذاته المرشح عمل بيان ووزعه عم بحرض أهالي الضيعة على بعضهم. تحريض الاهالي عبعدا. هودي بكتفي فيهم، بعد في اشياء كتير، بس هلا بدي اعرف شو الاجراءات اللي بدكن تخدوان. ارجع لعنا بعد 48 ساعة. ممنون كان خفرك. الشكاوى والإثباتات والقرائن التي قدمها السيد ويلسون، قررت الهيئة المشرفة على نزاهة الانتخابات ما يلي. أولا، بالنسبة لدفع أقساط المدرسة، إن الهيئة قد اندهشت هكذا. أما بالنسبة لشراء الصوت $1,000 فإن الهيئة قد تفاجأت هكذا. وبالنسبة لموضوع التهديد بتكسير اليدين فإن الهيئة قد استغربت هكذا. أما بالنسبة لي لحظة أما بالنسبة للمواطن محسوب كان فلقد انبهل عندما إجا لعند كان هكذا.